غدا الحكيم في بيتك. لأول مرة عميد طب القصر العيني الدكتور فتحي خضير أستاذ جراحة التجميل في حوار خاص مع الحكيم في بيتك. كيف يرى مشهد جراحات التجميل في مصر؟ هل هناك فوضى معلوماتية حول هذه العمليات؟ كيف يمكننا اختيار مراكز موثوقة؟ وكيف يعد قصر العين أطباء التجميل بأعلى مواصفات؟ الحكيم في بيتك، حلقة استثنائية غدا الساعة 1 ظهرا فقط على CBC.